هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن بعد أن قام بزيارة للمملكة المتحدة عقبتها زيارة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث أجرى جلالته خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى عودته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.